وحمانت السر رسمي أوفر ميتة وبر أي مركزي أي كعزونتي الدولة ده قدر سراكيل سرسرة أو مركز سكتر سمعيدا كأسلوب الصومالية أو قدر أجوجات سمنار توبرة توبر كان أيها وحمر كاسي بحين أيها عيدما كترسن أسلوب تأدل كقدر وحلقو برن دونا حبكا حبسية دا يولي بسيدا مركز محابيسة مركة إي حالة دا أي كوي مادا سيدا لو بتبادين كرو توبر كاس أيها وحفوري تليها قيبتا إي حبسية دا إي دل كقدر وعاكو سوغنا سراكيل سرسرة أو كترسن عيدا كأسلوب الصومالية أو أجوجا قدر لو دا مال مود إي توبر كتو سعودة إن أي كفا إذيستان قبر دا كل الدوان وحمدا شكا هدلي تليها قيب تحبسيه ده دلك قدر إسقاط شجعي إن وقاد وقفر حسيه إن وفود هر عالمية ومركزي كترسن عيد ماذا أسلوب الصومالي أي هل كان يسوق جيران وعو شجعي إن الجوكتين دونا تو برد نوع عن وكلاء سيم مركزي أي إسقاط أفسدان قبرها لبضع عيدا دولة قطر ترحب بكم مرة أخرى في المؤسسات العقابية والإصلاحية وأتمنى لكم إن شاء الله الاستفادة من هذه الدورة وإن شاء الله أنتم تقضوا أيام جميلة ممتعة معنا في دولة قطر وإن شاء الله نكون في آخر الدورة أن إحنا قدرنا أن نوصل لكم معلومة تستفيدون منها. قاش على ده حقلي فرصة منه وكتصعد عيد كأسلوب الصومالية إسلام أركان هركعي وفودة أي واحد وشجعي إن سر رسمي أو ما تؤفر ما يتوبركه إسلام أركان المعلومها أي جوجان دلك قدر أي وحياه مركزه أي كفة إذا دونان وحي قبرتنا عيجنا أي كبيرن دونان ترياش عيد ماذا أدل كقدر وحصلك نوفر مي برنامج كيتا بركة سمنار كينا وحن سوي سوي الجيرة أول فرني تليها غير تحبسية ذا دول القدر وحن في جينيا إنه نقول ما أنتم شيء شرف له وبلا فوز توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد عمر ورباهين تغرنكا مجلد الدوحة أدل كقدر.